يا اهلا بكل حضراتكم، عوده لعشرة الصحف الاهلي، وبنرحب بيكم في يعني في بدايه اول لقاء بقى في الجزء الثاني من حلقه النهارده. وطبعا هنتكلم من خلاله عن نوستالجيا وذكريات كثيره جدا مرتبطه ببطوله كاس العرب. هنتعرف على تاريخنا في هذه اللقاءات، وطبعا اهم المباريات اللي اتلعبت فيها، وكمان تغطيه الصحفيه لكل الدورات السابقه من هذه المسابقه. طبعا بنسعد دايما بوجود الاستاذ محمد صادق معانا، وهو طبعا ايه خير مني اتكلم بلسان التاريخ. احنا سعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا. صباح الفل عليك. انا اسعد والله يا استاذ كريم واستاذ نعوند، واتمنى بقول في كل حلقه انا باجي قبل ما ابدا الحلقه باخد الطاقه الايجابيه منكم وببدا بقى يا رب يخليك اتكلم. وانا صباح الجمال يا استاذ. والنهارده احنا عارفين يعني اولا لو حضراتكم تشوفوا الجرايد، الجرايد دي بقالها سنين طويله، ودي الجرايد الاصليه، وانا مش عارفه ازاي حضرتك بتحافظ عليها اصلا، يعني ده موضوع برضو هنتكلم فيه. بس خلينا نبدا بكاس العرب والنوستالجيا ومواجهات مصر وتونس كمان، والنتائج كانت ايه؟ خلينا نعرف من حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. 30 ثانيه كده عايزين نقول التاريخ زي ما بيقول التاريخ العظيم للنادي الاهلي، زي النهارده جاي بنتكلم على الدوله العظيمه بلدنا مصر وتاريخها العظيم الرياضي والسياسي والفني والاجتماعي. الارشيف ده يعني حاجه عظيمه، مش بيؤرخ بس الرياضه في مصر والعالم، لا ده بيؤرخ الحياه الاجتماعيه والسياسيه والفنيه، اشخاص عمالقه، ناس ضحوا حروب، ناس ضحوا شهداء، كل حاجه التاريخ بيتكلم عنها. لكن يمكن احنا هنا بنتكلم عن الرياضه، لكن الارشيف ده شيء عظيم طبعا. بيؤرخ كل شيء عن الدوله، وزي ما احنا بنقول ملوش ماضي ملوش حاضر، ده الماضي والحاضر وهو التاريخ. عشان كده نقول الناس اقروا تعلموا تثقفوا، اللي بيحب حاجه يقرا فيها وتشعب فيها. دي مقدمه بسيطه يعني بس زي الفل. الله يكرمك. لكن لو اتكلمنا بقى عن النهارده عن الموضوع بتاعنا، في 1963 كانت فكره ازاي القوميه العربيه، وانهم يجمعوا العرب مع بعض في حاجه لا تجمعهم مع بعضيهم، اي خلافات ممكن تجمعها الرياضه زي ما بيحصل الرياضه بتبعد عننا الخلافات، وحاجه كويسه قوي. ف 1963 فكروا ان يعملوا اول بطوله باسم مسمى يعني كاس العرب، بطوله عربيه كانت بتخش كمان في الدوره العربيه، حاجات كده بعد كده اندمجت بقت حاجه اسمها دوره عربيه، مش كره قدم بس، ده كان في دوره عربيه فيها سله وطايره وهوكي وسباحه، كل الالعاب تحت مسمى الدورة العربية وليس كأس العرب فقط. لكن قلنا 63 كان خمس دول اشتركوا، هنا عندنا سوريا والكويت والأردن ولبنان، يعني أربع خمس دول قالوا نقول فكرة نعمل إيه؟ بطولة عربية 63 احنا ما اشتركناش. يا باشا كمان مع المرحلة الزمنية دي كان الفكر الاشتراكي هو اللي طاغي، وكانت وحدة بين دول كتير زي مصر وسوريا في وقت من الأوقات. تمام يعني ماشية مع الفكر ده. هو كان فكر حلو. العروبي يعني الفكر العروبي. كان فكر حلو. وما بين بقى زعل وانبساط وتقريب وجهات نظر، ودي كانت يعني مش عايزين نقول ان الاستاذ كان بتخش ساعات في ادوار كثيره قوي في البطولات دي. المهم احنا كنا بنتكلم كتاريخ بدايه البطوله، لكن الاشتراك الفعلي لمصر لان قعدت حوالي 25 سنه بعد كده اتعملت دولتين ووقفت 25 سنه برضه للظروف ومقاطعات وحاجات كثيره قوي. المهم ان احنا جينا في 1988 بدانا بقى الاشتراك الفعلي لمنتخب مصر، ها انه يشترك كنوع من توطيد العلاقات المصريه العربيه بعد انقطاع دام حوالي 8 سنين ها ما بين الاشقاء وكده. فقلنا نعمل حاجه حلوه، وكنا رحنا عملنا بطوله فين؟ في 1988 في الاردن. الاردن بقى في عمان استضافوا ايه؟ الدول العربيه الجميله، وهنا عندنا عاملين كده يعني زي جدوله كده يعني المجموعتين اللي كانوا بيلعبوا، عاملين نظام مجموعتين حوالي 10 فرق. واحنا كنا بقى معانا بقى لعيبه كبيره قوي بقى، كابتن ايمن شاو، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن عماد سليمان، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن نادر السيد، تشكيله يعني. كنت عايز اسالك مين ابرز النجوم وقتها، بس كل الاسامي اللي بتقولها دي نجوم، فيعني صعب ان احنا يعني كابتن ايمن شوقي، كابتن احمد الكاس. وبعدين خد بقى احنا خرجنا البطوله دي كان اول بطوله نظهر فيها بشكل كبير بعد البطوله الكبيره اللي خدناها في مصر العظيمه 1986 لما توقفنا عنها المره اللي فاتت لما كنا على كاس الامم، وقلنا كابتن الخطيب وكابتن ثابت البطل وكابتن مصطفى عبده ها اعتزلوا لعبه دوليه من بعديها وختموا، قالوا ده كفايه احنا كده تمام هنكمل سنتين ايه في محلي وخلاص، وقفنا عند الحته دي. فكاننا سبحان الله اتنقلنا من غير ما ناخد بالنا لاول بطوله 88 كاس العرب، ودي كانت بطوله مهمه جدا لانها البطولات دي هي اساسها بتعمل نوع من الاخوه والمحبه ما بين الدول العربيه. البطوله بتتعامل البطوله اللي فاتت كلها بطولات يعني
وجهات النظر. بس هي بطوله عريقه طالما ابتدت في منتصف الستينيات، ومع هذا في ناس كتير، بالمناسبه انا واحد منهم، انا كنت فاكر ان دي بطوله مستحدثه يعني، لا هي الفكره ظهرت مؤخرا، لكن اتضح ان لا بطوله عظيمه. ده على فكره كمان احنا هم طوروها كمان، كانت في الاول بطوله خمس ست فرق يلعبوا مع بعض ويعملوا بطوله عربيه، دول عربيه مع بعضها. لكن بعد كده الفترات بقى في الثمانينات والتسعينات والالفينات بقت فكر تاني، بقوا يلعبوا كل الالعاب وليس كره القدم. عندي هنا بطولات 88 بعد كده، وبتقام كل سنتين وكل ثلاث وكل حسب الظروف، وكان بيعملوا حاجه اسمها البطوله العربيه، زي مثلا البطوله الافريقيه اللي اتعملت في مصر في اول التسعينات، ومصر نظمتها في كل الالعاب اسمها الدوره الافريقيه. لا هو كريم كان بيتكلم علشان اول سنه تبقى تحت يعني تنظيم الفيفا، فده الاختلاف برضه. تمام، وده ما هو ده ادها بقى رونقها اكتر، وادها كمان ان بعض الدول اللي كانت بتفكر تفكير سلبي انها ما تخشش، لا بقت تخش عشان تشترك. دي بطوله اهي احنا لو ليه ممكن دول تبقى بتفكر تفكير سلبي انها تدخل؟ لا السياسه برضه ما بتسيبش حاجه. والله هي يعني مصير بطني بتتلخبط عادي يعني، واحنا شعوب كلها عاطفيه يعني. ارجو ان احنا نجيب من اول حاجه 63، انا في الورقه بتاعت اللي هي 1963 المانشيت كان فيها ايه؟ طيب اللي هو ان اول مره يعني في 1900 تشترك الدوره العربيه الاولى، اللي هو ده في اول ورقه عند حضرتك ان هو هي. طب نحاول نجيب المانشيت ده يا جماعه. تمام، اول حاجه عشان نبدا بالتسلسل، وبرضو ايه المشاهد يبقى متابع معانا، ان احنا بنجيب بنؤرخ وليس شويه صور جايه منها، احنا بنجيب الاصل، احنا ما بنجيبش حاجات من على النت. القناه هنا نظامها الاصل عندنا، الاصل عندنا، ودي وثيقه، دي وثيقه مهمه جدا جدا لتاريخ التاريخ. فعايزين نتكلم ان في 88 بقى لعبنا كم مباراه حلوين قوي. اول مباراه لعبنا مع السعوديه، وكانت السعوديه داخله بالناشئين، وخد بالك ان برضو دي يعني حاجه تحتسب يعني، ان اغلب البطولات العربيه ما كانوش بيشتركوا بالفريق الاول، تملوا يشتركوا بالفريق الاولمبي، احنا اشتركنا كذا مره بالفريق الاولمبي، بالفريق الثاني، ما بيشتركوش يعني بالقائم الاساسي للفرقه. فلعبنا مع السعوديه كانت بتلعب وعملنا مفاجاه ان احنا تعادلنا معاهم، هم السعوديه عملت ماتش عظيم دوله شقيقه. يعني احنا كنا بالفريق الاول وهم كانوا احنا يعتبر يعني عن 90% 80% بقى، كان عندنا نجوم كبيره وصلت، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن عماد سليمان، كابتن ايمن نجوم كبار. لعبنا اول مباراه اتعادلنا مع السعوديه 0-0. لعبنا الماتش الثاني مصر تاني على طول تونس، وده مهم جدا بقى. ايوه، لان ده النهارده ماتش تونس، توفيق ان شاء الله منتخب مصر. ها لعبنا ماتش كان تونس بقى، وكان في نصر شوشان كان جون عظيم قوي لفريق تونس. المهم ماتش سجال وهجوم رايح هجوم جاي، ودي فكره كانوا بيقولوا عليها النهارده، دفاع تونس قوي جدا، لازم نلعب نشوط كتير على الجون من بره عشان هم تكتل جوه كبير قوي. يعني الماتش اللي حضرتك بتتكلم عليه ده اول لقاء بين مصر وتونس في البطوله دي، كاس العرب. اوكي، 1988. تمام، وحصل ايه بقى؟ حصل للكابتن طارق سليمان اللاعب الجميل المحترم لاعب النادي المصري، احرز جون بشوطه صاروخيه من خارج ال 18 على يمين ناصر شوشان، كان جون عملاق وشال كتير جدا، وده مهم جدا، ده بيؤرخ ان اول مباراه تجمع بين الاهلي بين مصر وتونس وفي البطوله الايه؟ العربيه او بطوله العرب، كذا مسمى، بطوله العرب والدوله العربيه كذا مسمى ليها، وليس كاس العرب او بطوله العرب، ليها اكتر من مسمى. تمام، ده كسبنا تونس وصعدنا. بعد كده بقى لعبنا بقى الماتش الثالث مع مين؟ مع العراق الشقيقه. كان ماتش قوي جدا جدا، وتعادلنا 0-0، ضيعنا جوان كتير قوي قوي، وكان كابتن شوبيرا هو نجم المباراه، برغم يعني برغم الهجوم الكبير لكن شال كورتين مهمين جدا. اوكي، لقينا نفسنا مره واحده بننتقل للايه؟ الدور قبل النهائي، نلعب مع الدوله الشقيقه مين؟ سوريا. الله، سوريا بقى اهو، شكرا. ده المجموعات اللي احنا كنا بنلعب فيها في 1988، مجموعتنا هي مصر والعراق اهي وتونس والسعوديه، والناحيه الثانيه الاردن وسوريا والجزائر. احنا اول لعبنا الثاني اللي هم مين؟ فرقه سوريا الشقيقه. المنشات بليغ قوي على فكره المنشات. طبعا لبنان يتأبط زراعه ويخرجان معا، هم اتعدوا تقريبا مع بعضهم وخرجوا مع بعضهم. بقى في مصر وايه؟ وسوريا والاردن والعراق قبل النهائي. مصر لعبت سوريا ها، ووصل مصر ضربات جزاء، للاسف خسرنا بضربات الجزاء، والشقيقه سوريا اللي كسبت وصعدت النهائي. ها ده ماتش، ده برضه ماتش الكويت ده مهم جدا ده، بس ده في 92، احنا لسه بنتكلم في 1988. فلما لعبنا بعد كده قبل النهائي مع سوريا خسرنا. المهم بقى جينا بعد ما خسرنا قبل النهائي لعبنا، كان في حاجه اسمها مركز ثالث،
ورابع لازم دي يعني حاجه شرفيه عشان المراكز. فلعبنا مع مين؟ مع الاردن وكسبنا 2-0 بقينا التلتين. ايوه والجونين جابهم مين بقى؟ مين؟ الكابتن الجميل علاء ميهوب الجون الاولاني، والجون الثاني جون خطا دفاعي كابتن حسام حسن لعب الكره بدماغه وجت في مدافع ودخلت. ده خلص كام؟ 2-0. اخذنا البطوله الاولى لعبنا اخذنا المركز الكام؟ في اول بطوله 88. حلو. ودي كانت حلوه جدا وطدت علاقه جدا وكانت في مكان جميل جدا، والاردن الشقيقه هي مستضافه المكان. وعايزين نقول برضو فكره ان اول بطوله اتعملت 63 استضافتها مين؟ بيروت لبنان. الله. دي برضو معلومه احنا ما قلناش في الاول. حلو. للتاريخ. ده 88 بقى وما لها وما عليها، وان احنا جبنا كسبنا الاردن 2-0 في الاخر. نيجي بقى في 92 بقى، وكانت البطوله دي، وعلى فكره كانت البطوله 88 برضو للذكر والتاريخ، ان اللي كان المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن الخلوق كابتن هاني مصطفى. البطوله اللي بعديها بقى في 1992 كان مين الكابتن بقى رحمه الله؟ الجوهري. الله. كابتن الجوهري بقى رحمه الله كان هو اللي ماسك المنتخب، وكان الكابتن الجوهري يمسك شويه ويقعد شويه اتحاد الكره يجيبه تاني كده يعني. المهم بقى في 1992 اول ماتش سبحان الله مع الاردن ايه؟ الشقيقه. اول ماتش اتعادلنا 1-1. كانت الفرق بسيطه برضه، ما كانتش فرق ايه زي دلوقتي 10 فرق و12 فرقه واول ما بداوا لا اهو شكرا مظبوط كده قوي. كابتن ايمن منصور هو اللي جاب الجول، وكان كابتن عمرو الحديدي كان نجم المباراه. المباراه دي في 1992 اول مباراه في كاس العرب اللي اقيمت فين؟ في سوريا. في سوريا في دمشق. اول لقاء مع الاردن. اول لقاء. هو كان احنا لعبنا ماتشين يعني احنا وبعد كده لعبنا الماتش الثاني مع مين؟ مع الكويت. يعني الماتش الاولاني الاردن، الماتش الثاني الكويت، وبرده اللعيب الجميل المحترم كابتن ايمن منصور هو اللي جاب الايه؟ هدف الفوز. أي. يبقى دول اول ماتشين 1-0. وبعد كده استاذ نهاوندي بقى لقينا حظنا وقعنا مع مين تاني بقى؟ مين؟ سوريا. سوريا. طب ما حلو اهو. قلنا بقى فرصه نخلص نعوض بقى البطوله اللي فاتت. وحصل ايه؟ نفس السيناريو، نلعب ضربات جزاء بس نكسب بقى. طب احنا اتعشمنا. طب حلو كسبنا زي الفل زي الفل. ما حكواتي بقى. طبعا. فلعبنا نفس النظام، فربنا اكرمنا وكسبنا سوريا 4-2. هم كسبونا 4-2 يعني شوف التشابه. 4-2 في البطوله الاولى 88. انا اللي بقول هم كسبنا واحنا كسبنا عشان كلنا اشقاء. مصر والاردن والسعوديه وسوريا كلنا اشقاء. مصر وسوريا حاجه برضو مختلفه. صحيح. لو هنرجع بقى طبعا للتاريخ يعني اهو التاريخ طبعا بيقول، والوحده وشعب واحد وطول عمرنا وحرب اكتوبر وكل حاجه طبعا. كسبنا مين؟ سوريا. لقينا نفسنا في المقابله مع مين بقى؟ مع السعوديه. كانت مباراه قويه جدا جدا، وسجال جون هنا جون هنا، وصلنا 2-2 يعني احنا في الماتش اللي خلص 3-2. اول جون كابتن الجميل كابتن سامي الشيشيني لاعب نادي الزمالك جاب الجول الاولاني. الكابتن احمد الكاس لاعب نادي الاولمبي قبل ما يروح للزمالك جاب الجول الثاني. بقى الماتش 2-2 كوره جميله. كان بقى نجوم اللقاءات بقى علي كابتن علي ماهر، كابتن ابراهيم المصري، كان كابتن نادر السيد، كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن. فتره التسعينات دي كانت فتره جميله. جميله جدا، وان كان اغلبهم لعيبه النادي الاهلي. كان في منتخب التسعينات كانت فتره مهمه جدا، كان اغلب قوم النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي. المهم اخر ماتش كده احنا عايزين نتفرج على الماتش بقى، ورفع من اليمين كابتن حسام حسن قبل خدها ايه شكل كده جميل قوي على الطاير الجون الثالث. خدنا البطوله وكانت في السعوديه. ده كانت سنه حلوه علينا دي. هي 1992 مصر تهزم السعوديه 3-2. وفي كانت نفس الفتره كان اسماعيلي بيلعب. ده مهم قوي لو خدنا بالنا بقى من تحت العنوان ده، شيء جميل قوي بيأكد كلامنا. ان ما كانش المنتخب بيلعب بالفرقه الاولى بشكل عام. يعني كان الاهلي بيلعب في افريقيا ساعتها، والزمالك بيلعب في افريقيا، والاسماعيلي بيلعب في افريقيا اهو، كسب افريقيا التونسي 3-2. فدول قبل النهائي بطوله افريقيا. يعني كان في برضه زي ما هو حصل دلوقتي التضارب برضه في المواعيد بين البطولات والاهلي دفع ثمن طبعا طبعا. بس هي المشكله هنا ان في اساسيات، هي المحبه، هي الرياضه معموله ليه؟ لتجميع وجهات النظر طبعا بين الشعوب. وما احلى الشعوب العربيه واحنا اهل واحد ومين واحد ومحبه واحده. وده دور رئيسي من ادوار الرياضه المفروض طبعا. وسبحان الله كانت الرياضه ليها دور مهم جدا 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 في توطيد العلاقات وتقريب وجهات النظر.
وده اللي هنشوفه ان شاء الله بعد البطوله دي ما هتخلص. هيبقى في وجهات نظر كتير هتتقرب، هنبقى زي زمان وقوميه عربيه والمحبه، ده شيء مهم. هي رياضه اساسا كده. ولما نيجي نتكلم بعد كده بقى في الحلقات الجايه ان شاء الله هنلاقي حاجات كثيره بتتكلم عن البطوله العربيه، وازاي بقى مسمياتها اللي ما عندوش معلومه ان هم ازاي طوروها انها تبقى دوره مجمعه لكل الالعاب، يعني مش حاجه واحده. يعني لما يجي مثلا 10 فرق كره قدم، لا ده بيجي 70 80 فرقه لجميع الالعاب. طب كل ده بيبقى نوع من التعارف طبعا. وفي حاجه بقى عايز اقولها برضو، ان احنا التاريخ ده هو حببني في كل الشخصيات، كانت رياضيه ولا سياسيه ولا فنيه ولا اجتماعيه. طبعا. انا عندي 50 سنه، انا قعدت من سن 5 سنين اشجع الاهلي، 45 سنه ها في لقطه واحده، اللقطه دي ما انساهاش وانا عند الحسين والازهر. كابتن الخطيب نازل وفرينا ديالو وكابتن شطه وكابتن طاهر الشيخ وكابتن مصطفى عبده محسن كابتن محسن صالح، العمالقه دول الشعر الكبير وبتاع حاجه. انا عايز اقول بس دي رساله للشباب اللي بيحب ناديه يعني. فلما والدتي شالتني كده وبعمل الكابتن الخطيب كده، فالناس وافقت كتير وعمل لي انا كده عشان شافني صغير وبعمل له كده وبعمل له كده، وهرد عليا الايه؟ شوف شوف الحنيه والجمال ها؟ فضلتها 45 سنه. انا امنيتي امنيتي في حياتي ان انا كابتن قابل كابتن الخطيب. وحضرتك ما قابلتوش قريب؟ ما قابلتوش. ما قابلتوش من سن 5 سنين. لا 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 بالمحبه دي كلها والله ما قابلتوش من عندها 5 سنين. جمعت 7545 قطعه وثائقيه لتاريخ الكابتن الخطيب، بدايته النصر الاهلي اصاباته احزانه فرحه بطولاته كل صور وفوتوغرافيه النوادره حاجات النادي بتاعته حاجات كان هو بيطلع بره ده هيلاقي نفسه كنز اصلا عند حضرتك. الجميل ان انا اشوفه مره واحده عشان احقق ايه امنيه والدتي. لا يعني من وانا صغير خلاص والله يا بقول لها لسه اشوف الكابتن قالت لي يا ابني لما تكبر ماشي ها ده مش كتير عليا. يعني انا خمسه يعني انا والدي توفى وانا عندي الله يرحمه وانا عندي 33 سنه وكانت امراتي في اول حمل لابنها فعشت مع والدي 33 سنه. انا عايش مع الكابتن الخطيب 50 سنه. ده انت عينيك مدمعه وانت بتقول اللي بتقوله ده. بحب ده اصلي انا لا اتاكد ان اكيد يعني طبعا يسعدنا لو كان كابتن الخطيب بنفسه بيتابع واي حد من الناس اللي بصراحه ابدا يعني لاني انا بحب التاريخ كل نجوم الاهلي بحبهم. كابتن الخطيب تاريخ لوحده 45 طبعا. سنه بوسه في الهواء بيعملها لي كده بفرحه مش قادر انساها مش قادر. والدتي ربنا يديها الصحه عايشه موجوده وقالت لي انا صغير كابتن لا هنوعدك والله هو يعني حتى لو مش بيتابعنا دلوقتي هو بيتابع عامه هو ما بيتاخرش على حد فنوعدك مره في النادي لما يبقى موجود والله تروح وتقابله حتى تديله الحاجات اللي انت مجمعها. انا بدعي كتير والله انا وصيت ربنا عز وجل. طيب خلاص ان شاء الله يحصل على قريب يا رب. واحنا كنا في كل المجالات في انتخابات في علاقه تاريخ الكابتن الخطيب تاريخ عظيم. طبعا انا ليه بقول الكابتن الخطيب؟ لان هو القيمه والرمز النادي الاهلي الان وكل النجوم اللي كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي كلهم يعني قوام عظيم حاجه صحيح. محترمه صحيح. وهو ده اللي عاشقنا في الاهلي وده اللي حببنا في الاهلي وده اللي مخلينا على عهد مع النادي الاهلي. شوف ازاي وانا في الانتخابات كنت انا في دبي كنت متابع الانتخابات احنا بره قاعدين بنقول ايه ده؟ ايه الشفافيه في الانتخابات ده؟ ايه العظمه دي؟ لا وحضرتك مش اهلاوي تقليدي مش مشجع عادي بالشكل الكلاسيكي انت راجل بتشع شغف ومحبه للنادي الاهلي. انا وانا بتكلم على الاهلي انا بتكلم من قلبي طبعا انا طبعا. والله العظيم انا والدتي كل ماتش الاهلي الاهلي يكسب حتى في اخر لحظات في الظروف الصعبه محمد مبروك انا بكلمه اقول يا رب الاهلي يكسب عشان انت بتنبسط لما الاهلي يكسب تسعدك. أنا ربنا يبسطك ويفرحك دايما. خرجت عن السياق لا لا, لا لا بالعكس لا ده هو بس هي الانسانيات دي تبقى فوق اي شيء. طبعا ده هي اللي بتدي كمان للتاريخ طعم على فكره لما تيجي تحلل الاشياء كله كده صحيح. انسانيات ومبادئ وقيم وعكس وفي دسائس وخيال كل حاجه ولكن انسانيات بتكسب طبعا. المبادئ بتكسب الاخلاق مهما يكون في اعتداء على الاخلاق والمبادئ والقيم بتكسب مبادئ وقيم اللي هي شعار النادي الاهلي صح. ونختم بالكلام ده الجميل بقى نورتنا بجد يا استاذ محمد ونوعدك ان شاء الله تقابل كابتن الخطيب قريب ده وعد مننا دي امنيتي وامنيتي والدي ووالدتي كمان نورتنا واسعدتنا بوجودك وان شاء الله نشوفك على خير ونكمل بقى تاليف صفحات جديده في كتاب التاريخ ان شاء الله. اشكرك على وجودك معانا. طيب هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق اللي ان شاء الله هينورنا في ثاني فقراتنا الحواريه. اتفضل